أيها السادة والسيدات، نرحب بكم في هذا الموعد المتجدد من برنامج دردشة. وكما أعلننا فإن موضوع الحصة سيكون حول المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خاصة الفيسبوك. إذن في حصة اليوم سيكون حديثنا عن المؤثرين، من هم هؤلاء المؤثرون وما هو دورهم. في هذه الحصة سيرافقنا كل من البروفيسور بوبكر منصور من جامعة الوادي. أهلا بكم سيدي الكريم. مرحبا بك أستاذ طلاب وجميع ضيوف الأكارم في هذه القناة وفي هذه الحصة المباركة بحول الله تعالى. ربي يحفظك. كذلك معنا الأستاذ أحمد مادة، تفضل الأستاذ. أنا سعبي، مرحبا بك على تحت هذه الفرصة وقناة الجدية التحرير معروفة لها دور فعال في نشر المعرفة في البلاد إن شاء الله. ربي يخليك. وكذلك معنا الناشط الفيسبوكي الكبير جباري دادا، مرحبا بك. الله يسلمك يا العربي، شكرا على هذه الاستضافة، وليس الأولى في الحقيقة. وكم نحن سعداء في هذه الحصة اليوم، إن شاء الله تكون حسن ظن للجميع إن شاء الله. نعم، مرحبا بكم. قبل أن ندخل في تحليل الموضوع ومناقشته، كانت قناة التحرير قد منذ تقريبا 4 أيام يعني نشرت استبيان تستطلع فيه الرأي العام المحلي حول المؤثرين في ولاية الواد، من هم هؤلاء المؤثرين، واقترحت مجموعة من الشخصيات المعروفة من دينية علمية ثقافية رياضية مختلفة. وكانت هناك كثير من التعليقات، يعني أكثر من 840 تعليق على ما أعتقد، 840 تعليق يعني، وكانت تعليقات متباينة. لكن هناك نقطة ربما لم يفهمها البعض عندما حاول أن يقارن بين الشخصيات. نحن لم نطلب مقارنة بين هذه الشخصيات، إنما أردنا الحديث عن تأثيرهم. ففرق كبير بين أن نقارن بين شخصيات في مجالات مختلفة وبين أن نتحدث عن تأثيرهم. إذن من بين الشخصيات التي اقترحت، كان هناك عبد الله مناعي، محمد محبوب من وسط الفني، كان هناك الدكتور كمال للجدة، وكذلك عبد الله بن بردي من الأئمة الدين، كان هناك جمال ذو، كان هناك جباري دادة، كان هناك أنور العايب من الإعلاميين، باير زيق من إذاعة الواد، كمال رزوق من التحرير، مجموعة كبيرة في الحقيقة. وتبينت يعني الاستطلاعات، منهم من يقول أظن أن القائمة ما زالت منقوصة، منهم من قال يخصها هديل، يعني هديل أظن واحد أحد من يعتبرنا مؤثرات في التواصل الاجتماعي. هناك من قال لو كتبتم الأسماء حتى نتعرف عليهم، هناك من يقول المؤثر الوحيد هو الدكتور كمال جدة، هناك من يعني يستعيب ويقول عيب مغنين تقارن فيهم بدكاترة، يعني أي نوع. هناك من يتساءل أي نوع من التأثير تقارنون بين شخصيات وناس تختلف اختلافا كثيرا. إذن في الحقيقة من حاب يرجع لها، هذه مازالت موجودة يعني كثير من التعليقات من الصفحات، وهناك يعني من تعليقات حذفت لأنها خرجت عن إطار الأدب. مفترض أننا نحترم جميع الشخصيات. إذن في البداية أستاذنا أبو بكر منصور، عندما تحدث الآن تقريبا أصبح وسائل التواصل الاجتماعي هي رقم واحد، حتى أنه يقال أن القرن 21 هو قرن وسائل التواصل الاجتماعي، في حين كان في القرن 20 الإعلام التقليدي من تلفزيون إذاعة الصحافة. إذن هناك تغير كبير الآن، الآن أصبحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة كبيرة، وبالتأكيد سيكون لها أثر هنا وهناك. تفضل أستاذ أبو بكر. بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربما أخي العربي هذه المقدمة التي بدأت بها وأنت مشكور على ذلك تجعلني أقف عند مفهوم المؤثر يعني، وهذه فأقول أن التأثير هو لوسائل التواصل الاجتماعي في حد ذاتها. صحيح. معنى ذلك أنه لولا هذه الوسيلة أو التقنية أو هذا المجال، هذا الفضاء الذي أتاح للجميع الظهور دون استثناء، وأعطى الإمكانية للجميع للحديث دون استثناء،
وأعتقد وفر هذا الفضاء، هذه التقنية وهذا المجال وهذا الفضاء هو الذي أحدث التأثير. صحيح. وليس الأفراد في حد ذاتهم. وربما إذا انتقلنا للنقطة الأخرى ربما لاحقا سوف نحاول أن نفصل من هو المؤثر وما الفرق بين مؤثر وآخر ومجال التأثير. صحيح. لكن الحديث عن المؤثرين اقترن بالفضاء الذي وفر لهم وأتيح لهم فيكون مؤثرين. صحيح. فنعتقد أن هناك سحر خاص لهذا الجهاز. أعتقد حجمه وهو يحمل في اليد وطريقة التفاعل معه، فأعتقد وما وفره من إمكانية التواصل في كل وقت وأي مكان وأي زمان، فأعتقد هو الذي أحدث هذا التواصل الكبير جدا وأحدث سهولة وصول الرسائل بين الأفراد. صحيح. فهذا لا يعني أن الأفراد مؤثرين، وإنما رسائلهم أصبحت تصل بسهولة. صحيح. وربما تجدنا في مواقف نكون على استعداد لتلقيها، ليس لأنها مؤثرة وإنما فقط لأنها من زخمها وكثرتها وللظرف الذي وجدنا فيه أثناء تلقي هذه الرسالة. فأنا لازلت على قناعة أنه ليس تأثير الأفراد في حد ذاتهم، هناك نسبة عالية للفضاء الذي وفر هذا التأثير. نعم. سحمد، يعني بالإضافة إلى ما ذكره أستاذ أبو بكر، وسائل التواصل أصبحت يعني متوفرة، هذا الموبايل أو الهاتف النقال يعني أصبح عند الجميع، الكبير والصغير، المرأة والرجل، الشاب وحتى ربما الكبير أو إن لم نقل العجوز، وأصبحت وسيلة تواصل آنية، وبإمكان أي إن كان أن يكون إعلامي ووسيط. نعم. ناقل الخبر من أي موقع كان، سواء أحببنا أو لم نحب. إذن هذا بالتأكيد أن هذا الزخم الكبير، يعني حتى أنه قيل أن في الجزائر آخر إحصائية ربما أعتقد أن هناك عدد كبير من أجهزة الهاتف النقال. نعم. يعني التي يمتلكها الأفراد في الشعب عند الجزائريين، هناك من يمتلك حتى أكثر من هاتف نقال. نعم. إذن وهذه صفحات الفيسبوك وعلى الأكثر. نعم. والآن عدنا تيك توك وعدنا يعني وسائل. نعم. أخرى يعني أصبحت حتى هي داخلة على. نعم. على الخط. بالتأكيد سيكون هناك تأثير وتأثر من هنا وهناك. بداية سحمد، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أن هذا الفضاء عبر شبكات التواصل هو لبى احتياجات الناس. ولبى احتياجات الشباب، احتياجات الكهول، احتياجات النساء إلى غير ذلك. المؤسف كما كنت نترك تقولون في الاستطلاع، بعض الناس يحبوا يفرضوا الآراء تاعهم على المجتمع. صحيح. وهو هروب الناس من الإعلام التقليدي، الإعلام الموجه. نعم. الإعلام الإعلام الموجه اللي يحب يوجه الناس إلى شيء إلى شيء ما، الناس لقت الاختيارات تاعها، لقت رغباتها في هذا الفضاء. أنا نتعجب أن بعض الناس تشوف أن بعض المؤثرين العالميين يقول لك كيفاش راه يتبع في شخص طباخ، والله كيفاش تبع في شخص الآن فقط عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنسان ذو حجم في تركيا، سمين دار رقصة، الرقصة هذه انتشرت بالملايين، أصبحت الشركات تتهافت عليها، تحول من عامل بسيط إلى رجل أعمال في ظرف قياسي. علاش؟ لأن الآن رغبات خاصة الشباب، كان انفصام بين الجيل القديم وجيل الشباب. صحيح. وبالتالي أصبح كل شاب أو كل شخص يستطيع أن يصنع الإعلام الذي يحتاجه. صحيح. لأن الآن خرجنا من الإعلام الموجه، الإعلام الكلاسيكي العادي. صحيح. المشرفين عليه ناس، الكلمة هذه تقولها الكلمة ما تقولهاش، إلى الإعلام الحر. والإعلام الحر هنايا بكل ما تحمله الكلمة، بكل ما تحمله من الكلمة. الإعلام السياسي، الإعلام التجاري، الإعلام الثقافي، كل احتياجات المجتمع تجدها في هذا الفضاء. الآن وش دور الناس المؤثرين في
مؤثرين في هذا الفضاء. أيوة. هو احنا كمؤثرين نحاول نخلقوا نقولوا سلعة قابلة للرواج. بحكم الآن رانا في منافسة، لأن غيرنا أو ينشر في هذا الفضاء في أشياء ممكن مش مقبولة اجتماعيا، ممكن أشياء ما هيش تابعة لعاداتنا وتقاليدنا، ولكن غصبا عنا غصبا عنا أن أبنائنا يلتجؤوا إليها. صحيح. وما يخفاكش الآن شوف أنت حتى خطابات رئيس الجمهورية وخطابات وزير الدفاع وغير ذلك، الجزائر أصبحت مقصودة من خلال الحرب السبريانية الموجهة. ألاف نقول مئات ألاف تاع المواقع موجهة لتوجيه لتضليل الشعب الجزائري، لتضليل الشعب الجزائري. كون الآن من خلال هذه المواقع كون ما كانش مثقفين تاع الجزائر ياخذوا بيد شبابنا وياخذوا بيد الناس ويرشدوهم للطريق الصحيح. نعم أنا نشوف أن اليوم حتى معظم المسؤولين، أنا في علاقة من خلال الموقع تاعي دائم في اتصال من العديد من المسؤولين، ساعة ندير منشور يغضبوا فيه رسموا فيها، هم الآن معظم المسؤولين أصبحوا يعتمدوا في استبيان مصالح الناس واستبيان المشاكل تاع الناس من خلال وسائل التواصل، من خلال وسائل من خلال التواصل الاجتماعي. جميل جدا. يعرف ان اي مسؤول قادر والي تاع ولايه، يعرف اي مسؤول عنده اي مدير واي رئيس بلديه ورئيس دائره مباشره. الان ما كانش مدينه ما عادش 16 صفحات مختصه بتلك المدينه. صحيح. مديريات ولايه معناها كل. صحيح. الان كي تروح قال نبذ الرباح، نبذ الرقيبه، نبذ كذا، معناها والناس تصب في هذه الصفحات وهذه المواقع. صحيح. مسؤول مباشره هو الان نشوفه مسؤول رايح الحرائق سجل دار قارو أكيد رئيس الجمهورية شاب. أكيد ستلقى. صحيح سنأتي إليها بالتفصيل، لكن جباري دادا أيضا معنا اليوم نرحب به مجددا. سي جباري، أنت معتبر من الشخصيات يعني الناشطة فيسبوكيا، وربما هناك من يعتبرك من الشخصيات المؤثرة يعني رغم الوسائل البسيطة التي يستخدمها والتلقائية التي يتميز بها سي جباري دادا. في البداية سي جباري، يعني انت راك مازلت متواجد يعني بقوه في داخل هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، حدثنا عنها بدايه. اولا شكرا الاستاذ العربي، وحتى نوضح يعني الصوره كما سبقت وان ذكرت، يعني اغلبيه المجتمع ما فاهم بين كي تقول المؤثر. يعني كل واحد مؤثر في مجاله. صحيح. كما نقولوا الفن في مجاله والشيء اللي قدر فيه. انا الفيسبوك يعني هو الشيء تأثير، يعني كي تشوف واحد مثلا الباج تاعه راهي في 40,000 ولا 5,000 متابع، متابع فيه حتى من خارج الوطن، ويعني والله نقول لك في الفيسبوك هذه 40,000 في الفيسبوك، وبالرغم اني دايرها جديد ما عنديش الاول السكر، ويعني راني معناها شنو راني معناها راني نعد الشيء حسب معلوماتنا 5,000 ربما. لا متابعين نعمل يعني متابعين متابعين 5,000 معناها المتابعين، يعني نقدموا في خدمات لولا الفيسبوك. يعني كي نقول لك من بعد الاول نحل عيني تحل الفيسبوك نتبطل الفيسبوك يعني نلقى الرسائل، مش رسائل باش نعلقنا ولا باش الخدمات يعني خدمات ولا نقدم فيها يعني كلموا فيا من كل انحاء الولايه. صحيح. يعني الشاب المراه الصغيره المتزوجه الطفل الكبير، يعني خدمات ويعني الخدمات كلها ولا في يعني الدراسة. اللي يحب يوصل رسالة يتصل بي مشكلة عندها إعانة عندها كذا، والله من الحمد تبع فينا احنا السلطات وكلها يعني المدنية يتصلوا بيك السلطات يتصلوا بي وكذا، ويعني وقداش المشكلة رحت لها وتحلت. يعني بصراحة أنا قداش خطرة والله حتى زوج ذات باش نتناقش نوياك خطرة عن جل يعني كان هناك تأثيرات يعني سلبية حتى يعني جانبية. لا معناها من ناحية الكثرة يعني تاع الفيسبوك كل خدمات خيرية يعني مش معناها راني باش نروح نشتم ناس صحيح وتصلوا بي حتى في الليل يكلموا فيا يجوني للدار خدمات يعني لولا الفيسبوك معناها ما تكونش الخدمات هذه بني يعني ودون مقابل. صحيح. صراحة والله العظيم وقالش واحد ماذا باش يبيع سكن باش يبيع كهرباء ويجي يقول لي هاو بايك هاو نعطيك فم، يقول نقول لا. لا
لا نشد لا فم ولا وسمع. والله العظيم قداش واحد قداش واحد يقول لي وش بيك ربيك عقون انت تخدم بلاش بدون مقابل. نقول انا لا لله لوجه الله صحيح نخدم. يعني عمل خيري عمل خيري والله نروح حتى لحسي خليفه للدبيله وقداش خطره والله بصراحه كان الزكورس على حسابي. ايوه يعني الكهرباء ما كانش كان هني قربي ويقول لي نجو نقول لا نجو نروح من اجلك العمل الخيري هذا كوي صحيح والله ملك الحمد يعني جباري داد أصبح مستقل يعني كأنها وسيلة يعني قناة مستقلة شخصية وقلش واحد يقول لي دخل وشيف الحاجة الأخرى يا أستاذ العربي الناس أغلبيتها كين ياسر يحوش كين على المادة ليش واحد حدثني كيف قلت دخل من الدرهم يشد بايك يشد كذا قول أنا يا ودي لا اللهم لك الحمد هالدنيا هذه والله ماني مخمم عليها بد صحيح كان أعطيها بقفة صحيح اللهم لك الحمد بحواشي بمريتي ذريتي عندي منيحة دكتور عليا اللهم لك الحمد يزين الحمد لله سنرجع لك من بعد سي جبالي تعطينا بعض النماذج من كذا نرجع سي أبو بكر منصور يعني مازال في قضية التأثير المؤثرين حسب بعض الكذا يقول لك المؤثر لازم على الأقل هو يتابعوه 10,000 واحد على الأقل أقل أقل هذا حسب ما ما طلعنا عليه من صفحات الجوجل يقول لك على الأقل يتابعوا فيه 10,000 واحد لكن المؤثر نرجع لغويا بطريقة أو بأخرى اللي أثر يعني يكون عنده أثر إيجابي أم سلبي هذا مؤثر يعني كما لكن هناك من يقول مثلا الشخصيات العامة كما عندنا مثلا عبد الله مناعي شخصية فنية معروفة يعني شخصية عامة واحد يقول لك نعم هو شخصية عامة ومن الوزن الثقيل وعنده تاريخ وعنده كذا ولكن موش مؤثر بينما الجباري دادة مثلا لربما يكون إنسان يعني عادي وبسيط يعني ومتواضع ولكن عنده تأثير أكبر من عبد الله مناعي وأكبر من نينا وأكبر من ياسر ربما من 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 شخصيات اللي نحترمها ونجلها يعني ربما هنا نعود لما أشار إليه الأخ جباري وهو أن التأثير يختلف من مجال لآخر أكيد فحينما نتحدث عن مثلا عن شخصية الأستاذ عبد الله مناعي ربي يبارك في عمره إن شاء الله هو ليس تأثير في الأشخاص وهو نقل صورة عن تراث المنطقة معنى له تأثير ليس تأثير في الأشخاص في حد ذاته وإنما له تأثير من ناحية سياحية من ناحية تراثية من حيث تعريف لا يشك أحدا أنه استطاع بأغانيه بصوته أن ينقل تعريف بهذه المنطقة وحتى ما يأتي ضيوف هناك للواد فأنت مجبر على أنك تقدم عبد الله مناعي شئت أما بيت لماذا لأنه صورة واجهة اجتماعية استطاعت أن تحافظ وتنقل صورة تراث متميز لا تجد منطقة في الجزائر إلا في أغاني عبد الله مناعي فيها تميز في هذه بهذه صوته بالإضافة إلى بقية الفنانين بمعنى آخر أما حينما يتكلم الأخ جباري عن تأثيره فمجال آخر مجال خدمة اجتماعية يقدمها وهو يتقدم بعد حرقة بأنه يقدم عن طريق المجان يقدم المعلومة يقدم النصيحة يقدم ربما المساعدة والمعونة في تسويق مثلا في إيصال معلومة معينة فأعتقد هنا مجال واحد آخر لكن نعود إلى مسألة التأثير هو أن التأثير قد يكون إيجابيا أم سلبيا لكن يظل على مستوى الفيسبوك يسمى تأثير التأثير هو القدرة على توجيه أفكار أو سلوكات الناس أو يعني القدرة على التأثير على الرأي العام تأثير على الرأي العام نقول تأثير على الأفراد هو لكي يتبنوا موقفا ما أو يتبنوا سلوك معين صحيح سأعتقد أن المسألة هنا على مستوى التأثير للأسف ارتبطت المؤثرين بالجانب المالي بالجانب المالي بالجانب صحيح المالي صحيح باش نكونوا واضحين ان مساله يعني. ان مساله التاثير على المستوى العام مؤثرين ما عندهاش علاقه بالقيم ولا مثل ما ذكر الاستاذ جباري بالخدمه المجانيه لا المؤثرين ارتبطوا بخدمه اقتصادية مثل الإشهار فهي وسيلة الإشهار منتجات معينة يسوقوها وبالتالي هنا حينما اجتمع كسب المال مع قيم الاستهلاك الآن الموجود في العالم الآن أنا في بما يسمى العولمة وهي عولمة الحضارة العصرية التي تعتمد على حياة ناموسة قرصة وموتة معناها أنك تعيش دنيتك الآن فحياة الاستهلاك وضعت قيم أخرى يسموها قيم العبثية وبالتالي أصبحت مسألة التأثير هذه مربوطة بالربح المادي مربوطة بنشر قيم الاستهلاك وبالتالي أين تستثمر هذه الأشياء صحيح. لو كان يتشوخ أخي عبد الله ستجد تستثمر في عناصر معينة وهي ضغوط الحياة
حتى نعطيك مثال، نصف الشهر بالاشياء هذه وكاش تتبع على غيره، ضغوط الحياه، صعوبات الاجتماعيه من بطاله وفقر واميه، فهنا تجد هذه المؤثرين يجدون سرعه للانتشار لافكارهم، خاصة ما يتعلق بالأفكار الهدامة. نعم. تنجو النقطة هذه، لكن في البداية هو وسائل التواصل الآن نسبة كبيرة من الناس أنا موجودة فيه. أكيد. يعني حتى اللي كان عنده حياة واستحياء دخل بطريقة أو بأخرى. نعم. يعني وإحنا نعرف مجتمعنا هو محافظ وتقليدي ومغلق يعني بين قوسين، لكن دائما هذه الوسائل التأثير العالمية تستهلك يعني مع الوقت. نعم. يعني مع الوقت تصبح شيء عادي. كما صرنا بكري مع الفيديو مع التلفزيون مع ياسر الأمور والإنترنت يعني. الآن هناك في وسائل التواصل كان ناس تأثر وهم قلة القلة. نعم. يعني ناس تأثر. نعم. عندها تأثير ما. نعم. سواء كان إيجابي أم سلبي. كان ناس أخرى متواجدة وتتابع. ويعني كما نقولوا احنا ناشطون. نعم. ينشط يعني ينشر وكذا كثير، يعني لو نتحدث عن المستوى المحلي من بين اصدقاء كان ياسر يوم. نعم. ينشر يعني يومين زوج ثلاثة مناشير. نعم. زوج ثلاثة، لكن نسبة التفاعلات يعني قليلة عادية. نعم. يعني متواضعة. نعم. ربما مجاملة اكثر. نعم. الاحيان كان ناس ربما متواجدون ولكن في نفس الوقت ما عندهم لا نشاط لا شيء، يعني ترجع لصفحته تلقاه من 2019-2018 ما نشر حتى شيء. نعم. يعني راه متواجد ولكن أيضا في نفس الوقت حاضر غائب يعني. نعم. كما نقوله. نعم. إذن يعني في النقطة هذه سي أحمد يعني تختلف في الناس، يعني ناس رشاد البورتابل غير تتفرج وتتابع سلبي يعني ويتابع فقط، كانوا خلين ينشطوا ربما مستوى مجاله المعين في التعليم وكما نقولوا في الشؤون الدينية وفي السوق وفي كذا، يعني كل واحد كيفاش كان في المطبخ امرأة في المطبخ امرأة في كذا، وكان ناس تأثر ولكن هي قلة القلة تقريبا. هذا التصنيف العام الموجود على مستوى الوسائل، هل توافق هذا الرأي سي أحمد؟ بكل تأكيد أخي العربي. أنا من خلال التجربة تاعي هذا الفضاء بمقدار ما فيه كم هائل من المعلومات وكم هائل من المناشير، بمقدار ما فيه كم هائل من المعلومات المغلوطة، وبالتالي تصبح الناس تصبح الناس تحوس على الحقيقة. أنا من خلال نشر تاعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي نما بالاختصاص. أولا عندي الخاصية الأولى هي كل نشر الأخبار المحلية. نشر الأخبار المحلية. ثانيا نشر الأخبار الوطنية. ثالثا بصفتي كرجل تربية ورجل تعليم نشر الفضيلة أوسط المجتمع. صحيح. خاصة من خلال اقتباس قصص من المواقع، كاين مواقع تعطي قصص. القصص هذه وين هي عبر هي الهدف يعني منها توجيه تربوي توجيه تربوي تربية الناس تربية النشأ إلى غير ذلك. وتلقى عندك متابعين. انا شيء اعتمدته خاصه في نقل المعلومه في المجال الوسط المحلي. عمري ما ننقل معلومه بدون تاكد بدون من المصدر من صحتها. الان اصبحت نمشي في المقهى والله في السوق ولا غير ذلك قولوا لي بعض الناس كي نلقوا خبر على الواد نروحوا لصفحتك انت نشوفوه هل ميدا نشرة ام لا. يقول لي اذا نشرة ميدا راه صحيح. خبر وفاه، خبر مظاهره، خبر صحيح. مشروع، اي خبر يخص المنطقه. اي خبر يخص المنطقه. وبالتالي وانت كيفاش يجيك الاخبار يعني تتلقاها ولا تفتش وحدك ولا كيفاش هو هو الان ظلي عندك لما تتبحر في هذا العالم ظلي عندك طرق تاع البحث للمصادر تاع المعلومه. الان حتى على المستوى الوطني ولا المستوى العالمي كاين مواقع عندها مصداقيه في نشر المعلومه. ما تنشرش المعلومه الا وكانت تتأكد من مصدر منها. صحيح. مثلا نقولوا احنا الاخبار الوطنيه نلقى خبر عن وزاره التربيه مباشره لان الان كل وزارات عندها خليه اعلام. صحيح. او صفحه رسميه وهذه يعني. شفتها من خلال اعلان نتائج البكالوريا كل ست دقائق يطلعوا لنا منشور وبكاشي ومنظم اسمه فيها
ندخل احنا نضيف ولا كوبين نديروا لا مزور نحطوه كل خلاص قال ميدا مزور والله اسمه فيها والله قال ميدا يعني اهتمامك سي احمد انت بالخبر الرسمي تقريبا بالخبر الرسمي الخبر الرسمي لهم الراي العام بصفه عامه والخبر الرسمي عنده الاف المتابعين قلت تقول انت نتائج الحرائق مثلا كما قضيه الحرائق كما تقول قضيه الحرائق على مستوى وطني كاين مواقع لديها مصداقية صحيح نروح مباشرة للمواقع هذيك وين تلقى خبر مواقع إخبارية مواقع يعني إخبارية قنوات فضائية يحط لك الخبر صحيح صحيح متابعة شؤون البكالوريا معليش أكد دير خبر تاع البكالوريا نعم تلقى عندك متابعين 30-40 ألف في دقائق يعني أنت سي أحمد تروح الأخبار اللي تهم أكثر عدد من الناس الأخبار وبالتالي بعد ما لأن الناس بوش تتبع المؤثرة من خلال ما ينشر من الأخبار أيوة احنا خلال من الناس تتبع فينا ما ينشر من الأخبار نستغل ونبدأ نديروا كل المواعظ والعبر وغير ذلك تبدا تحاول توجه يعني حتى التقسيم تاع النشر تاعي الصباح نبدا دائما بالمواعظ والادعيه يعني من الصباح تبدا خدمتك من الصباح نجي بعد الصبح نبدا نفتح يعني في كل الاوقات صيفا وشتاء معناها في اليوم يعني اصبح عمل شبه في اليوم كنقول نوصل 40-50 منشور في النهار تنشر شيء عادي المتابعين تقريبا كم عندك في صفحتك كما قال لك 50 الف تقريبا تلحق 50 الف 60 الف وانا شفتها حتى في الصفحه اللي نديرها تاع مديريه التربيه بعض المناشير وصلت 400 الف متابع جميل. شيء كبير جدا مهم مش سهل أخي عربي صحيح أقول لك في الأول تعرضت مضايقات وشيء كبير وانتقادات ربما وكذا صحيح تجريح لأن في الفضاء مش الناس كل تحبك مش الناس كل تحبك أكيد لكن من بعد أنا أفرح كنظري ماشي في السوق نلقاك الشباب سي أحمد بارك الله فيك عشان نشرت بارك الله فيك نلقى مثقفين إما يقولي نمشي البارح نلقى إمام دكتور يقولي سي أحمد والله كل يوم تبع فيك أكتم تعفينا يعني أنت تو سي أحمد أصبحت لقي روحك تو في هذا العالم الافتراضي لو أصبح عندك موقع ما بين الناس وراك حاس يعني بنوع من الأريحية والمتعة ربما بكل تأكيد ونفس الشيء اللي قالها أخويا جباري العديد من الناس يقولي علاش ما استفيدش من موقع تاعك وتحوله موقع تجاري لأن أو يطلب هو يقول لك دير الفيزا كارت وتسديد تستطيع ونشوف الإعلام هذا وين ما قام به الثلاثي المصري المؤثرين في ألعاب بحر المتوسط وزيارة الجزائر ما عجزت عنه وزارة كاملة وزارة بالترسانة المادية والترسانة الإعلامية لنشر السياحة في الجزائر ثلاث من الناس جرب مصر ليبي دار لايف في جيجل ليبيا كنت قلبت في الجزائر جميل جدا قبل نواصل هناك معليش نقرأ بعض التعليقات الأخوة حتى نتفعني عندنا حمد شنوف قل تحية خاصة لكل الضيوف وخاصة جباري دادا نبال تقول مساء الخير جميع الحضور بما أن اختصاصات المؤثرين مختلفة إذا لا يوجد وجه مقارنة بينهم دائما تقول كل واحد يؤثر في مجاله والمؤثرين يوجد سلبيين وآخرين إيجابيين راه يتبع فينا تقريبا نقطة شكرا لها كذلك سمو السلطانة تقول تحياتي للشيخ أبو بكر منصور أستاذنا الفاضل عبد الرزاق غميمة موفقون تحياتنا أستاذنا كذلك عندنا زهوة سوسيو تقول مؤثر معناها يقدم محتوى والمحتوى أنواع ترفيهي وتعليمي توعوي وملهم وتقول في نفس الوقت المؤثر حاليا ومع كثرة المتابعين له تقريبا أصبح قائد رأي وبإمكانه أخذ دور مؤسسات الإعلام بعض الأحيان رؤوف معمر يقول المؤثر هو من يمتلك قدرة الاستحواذ على انتباه الناس وشد أذانهم وذلك حسب الموضوع والهدف من هذا التأثير والموضوع غالبا هناك هدف خفي وهدف ظاهر الكهول كذلك هارون عمار بلابل يقول الكهول يناقشون التأثير من صفات المؤثر زهوة دائما سوسيولوجي هي القدرة على التأثير أو كما يصفه على مجتمع بالكفاءة أنور شوية سلام الجميع والضيوف الكرام بالنسبة لموضوع اليوم أنه يوجد نوعين مؤثرين منهم الإيجابي ومنهم السلبي والأسف الكبير جل قنواتنا الخاصة تركز وتدعم
تستضيف المؤثرين السلبيين حيث توجد كذا حيث توجد يقول حيث توجد أو تدعم تستضيف المؤثرين حيث تجد القنوات تروج تستقطب الأكثر متابعة من أجل الربح حتى ولو كان على حساب القيم إلى غير ذلك من التعليقات. أنا نجعلك أستاذ أبو بكر يعني في اللي كما قلنا إحنا ربما قبل ما نروح المجال الاهتمام ونتحدث عليه سواء كان اجتماعي أم ديني أم سياسي أم كذا ما زلنا في هذا الناس اللي تتواصل قلنا كاين المؤثر وكاين الناشط وكاين المتابع فقط لا ينشط ولا ينشر ولا يدير حتى شيء يعني من ناحية النفسية والاجتماعية احنا نعرف ان مجتمعنا مازال فيه ما يسمى بالاغلبية الصامتة تقريبا نفس القاعدة تنطبق على الفيسبوك ووسائل التواصل هناك اغلبية صامتة تتابع هناك فئة من الناشطين وهناك اقلية الاقلية التي يمكن ان تؤثر بطريقة ما سواء كانت سلبية ام ايجابية. لاحظ أخي العربي أنه حينما نتكلم عن مستويات التأثير على الأفراد ومستويات حضورهم في لابد أن نعرف أن في مجتمعنا خلينا نقول المجتمع العربي وأتكلم عن المجتمع الزائري بصفة عامة على الأقل بالأخص بالمجتمع الزائري وربما أكثر تحديد في مجتمعنا المحلي أيوة. أستطيع أن أقول لك أن ليس لدي نسبة بالتحديد لكن الغالبية العظمى تصل إلى 90% فهي بأسماء مستعرة بما يسمى لغة القناع. صحيح مازال مش قادر أن تصرح أصلاً, أصلاً لو كان أعطيك تروح تشوف الفيسبوك وتشوف الآن صحيح. ستجد أكثر من 90% اللي هما شريحة سواء ذكور ولا إناث هما بأسماء مستعرة مازال هناك خلل على مستوى التعبير صحيح. بمعنى آخر عدم وضوح أنا الآن كثير من أريد أن أظهر وأريد أن أعبر لكن ما زال عندي واحد نوع من الخوف ندير فيسبوك ونتكلم كما نحب إلى غدك إذا عندنا اسم وهمي يعني اسم وهمي لغة حتى الدارة. نتعرض لسب وشتم ما يعرفني حتى جزء آخر ما زال هناك رهاب كبير جدا وعدك في إطار القيم الموجودة في المجتمع تاعنا ممنوع منعا باتل أن المرأة تدير فيسبوك, فيسبوك باسمها في إحراج للعائلة يتصل حتى الأستاذة الجامعية وتجدها ربما عند واجهة تسافر وكذا ومن منها ومع ذلك تجد لها حساب باسم ابنها ولا حاجة كذا دون صورة لغيرك صحيح. معنى ذلك أن هذا الفضاء وفر بعد للاستهلاك وللعب دور أنني أتصرف دون أن يعرفني أحد في حين أن المؤثرين في هذا سيجد غذاء وأرضية خصبة صحيح. لنشر واش حبيت أنا سأعطيك مثال درتها من تجربة نتاع من بيت الموضوعات أيوة. يعني تجربة بسيطة جدا كي نحب عرفت المتابعين ونستطيع أن نقول لك بصفة عامة نشر موضوع يكون عندي نعرف بلي راح يدير 20 جام ونشر موضوع نقول لك راح يدير 200 جام وإذا كن حبنا باش نجيب 5000 جاب سهل أعرف ما يحتاجه يعني ما يطلبه المتابعون بارك الله فيك عندما يتكلم ربما في أحد التعليقات التي تكلم ربما الذي ذكرتها قال الشيوخ يقاري الكهول ربما في إشارة إلى أنهم المفروض أن يكون هناك شباب في هذه الإطار فربما من ناحية علمية لأن الشباب هو الأكثر استهلاك الآن ونعرف من ناحية علمية ماذا يريد وبالتالي أنا عندما تكلمت على أن المؤثرين ارتبطوا بثلاث عناصر أخي العنصر الأول هو المال الناس مش تلعب حتى اللي دار فيسبوك في حد ذاته هذا أكيد. والله العظيم من اجل المال صحيح. ثم فعل هذا باش يروجوا سلعه معينه أكيد. روح شوف اكبر مؤثرين على مستوى العالم واش يديروا حتى الرياديين الكبار بعد ما يشهروا بزاف يقولوا روح صورنا مع بورتابل روح صورنا مع فنجان روح صور باش من بعد لانهم مربوطه بالتجاره اين نستثمر نستثمر في الغلبه من خلال وين نروح نروح لأولئك المقهورين اللي عايشين ضغوط اجتماعية وعايشين بطالة وعايشين كذا تجدهم أكثر متابعة تتبع في امرأة تدير في المطبخ تتبع في واحد كذا واحد يدير في رقصة لماذا؟ لأنه أتعبته الحياة ولن يجد متنفس إلا من أولئك المؤثرين معنى ذلك ما زالوا يستثمرون إذا كنت حدثت على مجال واحد آخر وأعمق اللي هو مجال المخدرات ومجال نشر الصراعات فأعتقد مجال آخر واسع وضفنا قاعدة أساسية لقوة المؤثرين لأن المؤثرين هو جالس في البيت يدير عبارة يدير كلمة يدير كذا ينتشر هذا قالك رقصة ببطنه
ووفرت صحيح. في أي نوع من بمعنى آخر هل هذا معيار ناقص عليه بمستوى التأثيري؟ صحيح. إلا معيار واحد صحيح. هو المال والعبثية على الحياة. صحيح صحيح. لأنه نفس الأمر الذي يستغل جمال فتاة معينة ويدير معها سبوت بيبليسيتار باش تنشر له، نفس الشخص الذي استغل بطن عامل تركي بسيط جدا وربح من ورائها. لأنه أحيانا حتى الأشياء البسيطة جدا في حياتنا يستغلها. صحيح. فأنا أقارن بذلك ذلك السياسي اللي يحمل حي طفل صغير من حي فقير جدا حتى يكسب به مكاسب سياسية ويشوفوا باللي رانا راو يقبل في ذلك الطفل، لذلك نفس الأمر الذي يستغل تلك الشركات الكبرى التي تستغل رقصة عامل بسيط من تركيا حتى تروجه يصبح يحقق بكسب. صحيح. وربما لو ذهبنا يعني بعيدا نشوف التيك توك مثلا، هذا يعني كيفاش يعني تقريبا تشوف وحتى الريلز هذه والمقاطع الفيديو أصبحت تقتحم يعني وهي مكثورة. والله يا أخي أخي العربي نعطيك مثال أنا جربته شخصيا. في يوم الأيام ندير في ولحد الآن عندنا في صفحتنا في سندي ننشر ثقافة أسرية وثقافة زوجية، واحيانا نروح حتى الموضوعات اكثر خصوصيه. صحيح. ونطرحوها في فالمتابعين تجدهم ماهوش بزاف قله يعني في الصفحه، يعني المواضيع الجاده والدسمه دائما تلقى موضوعات محدوده 100 200 واحد في بعض الاحيان. لكن احيانا عندما تكون موضوعات نلحقوا 3K 4K الماكسيموم، كي نقطعوا الباش ديروا 5K. لكن درت خطره نحيت من اللايف نتاعي كامل، نحيت لقطه صغيره مؤثره جدا وطيشتها في تيك توك، درت ما شاء الله درت الباز. بمعنى اخر الان هناك ثقافه ما يسمى ثقافه الساندويتش، ايش حوس نعرف انا، اعطيني حاجه تضحكني، اعطيني حاجه غريبه اثاره، اعطيني يعني حاجه مثيره، اعطيني حاجه خفيفه، او اعطيني حاجه جديده حتى لو كانت لا تحمل اي قيمه. لكن اعتقد ان في هذا الشكل هذا لا نستطيع أن أن أن, أن 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 نطبق كل القيم. صحيح. على مساله المؤثرين. صحيح. في حين ان ربما خطبه كبيره جدا لامام او درس لعلامه او ربما توجيه لمرشد تربوي، فاعتقد لا تجد، وهذه تظل ربما خاضعه للسنه الربانيه. نعم. جميل جدا. ونكملوا مع سي جباري، يعني ربما نرجع لنشاطك انت، ما هي اكثر المواضيع ربما اللي الحساسيه اللي راك تتواصل معها يعني وتشوف باللي راي الناس يحبوا يتابعوها ويتفاعلوا معها بكثره؟ المواضيع هي تكون اجتماعيه اكثر. انت مايل للجانب الاجتماعي، تسمع اللي تحل المشاكل اللي تفيد خاصه التنموية، يعني العدة علاقة بمشاكل التنمية، طرقات، يعني كما يقولوا يعني كما يقولوا ابار، حوايج الإنارة عمومية. المجتمع يعاني من الاشياء هذه، احنا الحق ديما نكونوا في قلب الحدث، كاين الكثير من الناس غير ينسخ نروح نعيش حدث ثم يعني نتنقل لعين المكان، كلموني من البلاصه الفلانيه وكذا وساعة وزيد، لازم تكون عندك المصداقيه، لازمك قداش واحد يكلمني يقول لي دنياك ماش نقول، لا لازم نجي ناثم والله على الاقل نقول لي فيديو ولا صوره باش نقدر ننقلها، باش يكون عندها انسان مصداقيه. والحاجه الاخرى ربما علاش احنا قعدنا مواصلين في الفيسبوك ولا الشيخ احمد ولا كذا، لان احنا رانا ما نسمعوش الناس، لان انتقاده كاين ديما الناس، يعني المجتمع عندنا سمحهم الله تلقاه الناس موجودين كان انتقاد، هذا داير فيسبوك مش انتقد، طلعت انتقد، هبطت انتقد، دارت، طب المهم الانتقاد كاين كاين ديما معارض كيما لازمك شو ترش ودنيك. صحيح. لازمك تواصل ديما. احنا الحمد لله رب العالمين، والشخصيه المؤثره زيد حاجه اخرى الشيخ العربي، يكون الانسان يكون بسيط، يكون يروح للناس الكل ويريح من الناس الكل، يعني متواضع ومتفتح مع كل واللي يستعيك روح له. ني الحق تنقح حقه تحشيه بالريعمه، ناقش اعمل المواضيع اللي راهم يعالجوا فيهم في تاع بكري، تروح للشباب كي يروح للرياضه نناقش مثل الريعمه الرياضه الصغار كيف كيف، كل واحد نعطيه الجو تاعه، ويعني ما نتغشش بالرغم قداش واحد هكا نوع يتغشش عني بالحاجه، نضحك وجهه يعني عادي. صحيح. وشو المواضيع اللي طرحتها ولاقت رواج كبير مثلا؟ اعطينا يعني في اي مجال مثلا؟ يعني والله خاصه المشاكل اللي عانيتها تعاني منها العائلات، واحد مثال طلاق طلاق على المشاكل الاجتماعيه هذه، واحد مثال عنده حوش باش يخدمه له مثال جاتها عانيت، واحد يدير عمليه جاتها، اللهم لك الحمد يعني الحمد لله رب العالمين،
بارك الله فيها الناس الموضوع اللي نديره والمشكله ديري كان متصل بي. يعني مواضيع كلها انسانيه وخيريه يعني. انسانيه ما كاينش باش نتقد واحد ولا ندير حاجه ضد هذاك ولا ني حاجه تاع مشاكل بين الناس هكا واحد واحد لا صحيح. حاجه تفيد الناس صحيح صحيح والله لك الحمد وكلها استجابت. قلت لنا باللي راك في بعض الاحيان تلاقي مشاكل حتى مع الاهل يعني شو السبب يعني السبب يعني القدره تاع لان الضغط الناس كان فيه ياسر في كل وقت يعني يتواصلوا بك نساء شباب فتيات وربما هذا اللي كما قال الأستاذ مبكر في مجتمع يعني محافظ وكذا راح يحارب بعض الطابوهات يعني والله بشوف يعني بالثقة اللي الناس دايره ثقة بالكرافية يكلموا فيها يعني نساء الزوجيات والصغار وكل يكلموا فيها وكان حتى الناس باش يعاونوا يقولوا نديروا في كذا هاو الدراهم مثال كذا ماذا بينا وشو المواضيع اللي تخاف منها وما تحبش تقرب لها في الفيسبوك او في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليه المواضيع الخصوصيه تاع خاص مثلا مشكله بين واحد وواحد كما قلتش ندخل فيها هنا المواضيع اللي باش نقديها باش تفيد باش نعالجوا مثال هذا عنده مشكله هذا عنده كذا هذا حي يطالب بهاك الحاجه الفلانيه وتكون عندها مصداقيه صحيح وتكون عندها معنى المصدر اهم حاجه المصدر ناكل حاجه مصدر وعلى قداش تسكر التليفون سي يعني كي نقول لك في النهار نرقد 4 سوايع كان مليح فما نرقدش يعني راك عايش مع الفيسبوك قريب 20 ساعه يعني 3 ايام ولا 4 الصبح يذوني في الفيسبوك وانت في الفيسبوك هاي. وانت تتواصل وتتفاعل وتتواصل مش ليه اللي نحاول نحوس عني يعني هم اللي يتصلوا بي الناس يتصلوا بي هكا طب طب يبعثوا لك على الخاص مثلا الخاص كلموا فيها وعندي مشكله فيها لازم تجينا وانت تلاقي متعه هكا حتى واحد يفتح محل جديد يكلمني هيا نشوف بالكهرباء نشوف كذا لان علاش مثلا عندك معناها صداقه يتبعوا فيا حتى من خارج الوطن يعني حتى خارج الولايه خارج الولايه والوطن كلموا فيا من تونس كلموا فيا وهذا من اللي كلموا فيك خارج الولايه والوطن اكيد ماهيش عن امور تنمويه لا يعني تبع فيك يقول لي والله انا تبع فيك يعطيك الصحه راك عجبنا وساعه يستوي يسرون حاجه داخل الجزائر ولا حاجه صحيح يقول تبع فيك ساعات دير هكا حوايج فيها اثاره هكا شوي اثاره هل تلجا الاثاره يعني لا تثير يعني الاثاره تقصد يعني يعني اثاره هكا لفت انتباه بطريقه معينه لا كاين الساعه ساعه دير لهم الطبقه يعني لا ساعه ندير هكا كيما نقولوا ندير فيها لقطات يعني ندير فيها فواصل لكن بالمناسبه كاين ناس هنا حتى ممكن يموت لك ربي يهديهم يقول لك هذا هاو يتعقل هاك حشمتنا مش فاهمين باللي ساعه واحده بالعكس هاك الفواصل هذيك ياسر ناس تفاجئ عن قلبه يكون عايش الهم عايش دمار عايش هذه كاين زهوة سوسيو تتابع فيك يقول الأستاذ جباري دادة ربما يصنف محتواه كهمزة توصل بين الجميع ومقرب للمسافات بين الإدارة والمواطن وبين فاعل الخير والباحث عنه يظهر أن تتابعك الأستاذ تابع فيها بارك الله فيهم يعني تابع فيها من كل والله يكلموا فيها يعني من خارج الولاية ومن خارج الوطن الله منك يعني شوف قداش واحد يقول لي هاي باش نفتح محل نقول له يا ودي حاسي يدير واحد يقول لي لازمك انت لازمك زين انت جميل جدا يعني استاذ احمد يعني من بين الاشياء اللي ذكرها سي ابو بكر منصور ان المجتمع تاعنا مازال يعيش في ظل القناع ومازال عندنا واحد المثال مانيش عارف يتداول فيه بكثره يعني مازال عندنا في الارشيف يعني تاع الغربال والشمس هذيك الحداثه تاع مش عارف اذا كانت حافظه ولا لا سي احمد المهم أن مجتمعنا مازال يحب يعيش تحت ظلال الكهوف والجدران والغمام يعني النور والسطوع والوضوح والشفافية مازالت غايبة مش غير في السياسة غايبة في جميع الميادين مازال المجتمع مش قابل هذا الوضوح بالتالي قال لك سي بوبكر أن في وسائل التواصل كثير من الأسماء خاصة في المجال النسوي وحتى كثير من الناس ربما يلجوا للأسماء المستعارة وما يديرش اسمها الحقيقي وما عندهاش الجرأة حتى باش يقول أنا منه يعني تلقاه ساعات تجيك طلبات صداقة تلقاه اسم مجهول ما عنده منه هذا وإن كذا حتى تدخل البروفايل تاع الشخصي ما تلقاه وين ولد ولا وش يخدم ولا وشو مستواه العلمي ولا يعني تقريبا دخلنا متاهات هذا وسائل التواصل أنت يعني كناشط فيسبوكي كيفاش تشوف هالقضية هذه وش به المجتمع؟ أولا هذه أنا من بين الأشياء في خلال حساب تاعي لا أقبل صداقة أي شخص مجهول الهوية يعطيك الصحة أي شيء أي جميل جدا وحتى خلال الحوار في المواضيع
أتجنب الحوار مع أشخاص مجهولين الهوية. ولا هي كان قاعدة في الفيسبوك أصلاً هتاع طلبات الصداقة، سأجيك طلب ولا تبعث أنت طلب يقول لك هل تعرفه؟ معناه من المفروض أن الفيسبوك معناه تعرف شخصية تعرفه ويعرف كل لا. يعني هم دارين بروتوكول هذا في. هو في الحقيقة هو نوعين. هو إحنا كان عند العنصر النسوي مقبول نوعا ما لأن هذا الفضاء فيه ما زلنا في مجتمع الحريم والطابو في مجتمع حريم وما زلنا في مجتمع أيضا ناس عدمي الضمير وعدمي الإخلاق. لما يكون مرأة معروفة واسمه فيها ممكن تتعرض للمضايقات وهذه شيء معروفة لا منلومش الحقيقة، خاصة في العنصر النسوي لما تخدم بحساب مغلق أو حساب يعني ما زلت عندنا حساسية كبيرة في الجانب هذا. أنا نتأسف الاحترام يعني حتى المستوى العديد من الناس ظلي تناقش فيه في موضوع معين وهو يسبك في بعض الأحيان نقول هنا يكونك راجل دير الحساب بتاعك اكشف على هويتك صحيح. وعادة أنا على مستوى تاعي ديما أتجنب لا أقبل صداقات الناس اللي ما تعرفهمش أو الأسماء المستعارة حتى خلال الحوار ما نقبلش نتحاور مع شخص مجهول الهوية ولا ما يحترمش يعني الأخلاقيات ما يحترمش يعني يخرج سمسم عن ناكت. عندي تجربة خلال مدة ما في قضية العراق كان بعض الشباب مثلا كان واحد مرة ماشي في السوق جوني ثلاث شباب هذه قصة واقعية تحولي قال لي الشيخ تحية عسكرية الشيخ حمد ناية فلان وفلان وفلان ثلاثة كانت حسابات مجهولة وكنت تحورت معاهم وأساءوا الأدب. قال لي والله سحمد لقينا كلامك وقفنا عليه كلامك صحيح وسمحنا وبعد عرفوني بأسمائهم. تبقى أن الحسابات المجهولة هذه بين حتى الفيسبوك نفسه هو روى كل مرة يبعث لك يقول لك أكد تأكيد الحساب. هو أصلا ذات الفيسبوك لما أنت تدير الإشارة أو الاحتجاج للحسابات المجهولة هذه وين تغلق مباشرة لأن عارش يقولك السينيال أن العديد من الناس تغلق الحسابات تاعهم وحتى الفيسبوك يسكر في حسابات المجهولة هذه لما يكثر التبليغ ويكثر تسكر لأن تسيء لل صحيح تسيء للمنظومة العامة وتبقى الآن موش هذه الأخطر من ذلك أن بعض الناس تتقمص حسابات تهيئات رسمية وتاع أشخاص يولي نوع من الاحتيال بس العربي ممكن غدوة تلقى روحك كاين أشخاص تعرضوا لهذه صحيح. أنا نقول لك على مستوى الفيسبوك مش عارف كاين تقريبا أكثر من 20 30 حساب مدى أحمد كاين فعلا ملكية خاصة وكان أخرين انتحال كان حسابات انتحال وهمية يعني حسابات وهمية صحيح في ذات الإطار يعني نعود نرجع إلى نقطة مهمة أن تحدثنا الآن مجال التأثير يعني تقريبا بصفة عامة هناك ثلاثة مجالات الآن ربما هي المسيطرة يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وتتغير حسب بعض المعطيات يعني العامة. مثلا هناك الميدان الديني الآن يعني كثير من الناس يعني تنشط بطريقة أخرى أدعية أذكار صلوات خطب جمعة دروس عظات صور من القرآن نشر كذا. كاين الجانب السياسي يعني اللي هذا كما قلنا مرات يطلع مرة يهبط على حسب الوقائع والأحداث كما شفنا في الحراك كان هو الأوج بعد الحراك وكذا منه ومنه نقص شوية أصبح تأثيره. كان الجانب الثالث وهو الجانب لهذا الغامض وهذا اللي فيه الإشكالية الكبيرة هو يمس الطابوهات في المجتمع الإثارة وهذا عنصر الإثارة هذه وين التي تستغل أبشع استغلال في الوقت الحاضر لأنه يعرف أن المجتمع
حتى والآن، رغم يعني كما نقولوا توسعه وازدياد العدد الأفراد، المشاكل زادت معهم لأن مشاكل عند الشباب، مشاكل العوانس، مشاكل المطلقات والأرامل، الشباب اللي مش قادر يتزوج. يعني لو هذا أرضية خصبة باش تستثمر فيها، يعني كما نقولوا احنا هذه الأمور، يعني كما نقولوا الإباحية والمحرمة يعني اللي يكون عندها تأثير سلبي كبير يعني على أوساط الشباب والمجتمع. سي أبو بكر، والله هنا نعود ننتقل الموضوع ربما من زاوية أخرى. أن التأثيرات نتاع حسب المجالات هذه مربوطة بمجموعة من العناصر، من بينها أن الأفراد حينما نتكلم عن الجانب الطابوهات، سواء تكلم الجانب الجنسي أو الإرهاب أو الأشياء، هي موجودة في الأصل، لكن فضاء التواصل الاجتماعي أعطى فرصة لهؤلاء حتى يجوا حتى لعندنا. نعطيك أنا مثال، مثلا واحد حب يرقص ولا واحد حب ترقص، الآن راه موجودين في ليكوان جلسات عرقص في الكباريهات في غير ذلك، لكن الآن أصبحت فضاء تيك توك ولا مثلا انستغرام، يقدر واحد يشاركك هوايته ولا سلوكه بالسيف عليك. صحيح، أنه يكفي أنه في جلسة مع بعضهم قاعدين يأكلوا في أكل، يصور ذلك الأكلة ويحطها في الانستغرام. صحيح. يشاركك عيد ميلاد ويشاركك رقصته ويشاركك حتى انحرافه. نعطيك مثال، حتى المنحرفين الآن كانوا موجودين من قبل، شواذ يعني شواذ موجودين منذ قيام الساعة. صحيح. ولكن أعتقد يعني منذ نقولوا فجر البشرية، ولكن الظهور تاعهم أن فضاءات التواصل منحت فرص الظهور للجميع، وبالتالي أفرزت واقع حتى نعود نقولوا الناس تنبهر بهذه الأشياء ولا تتعجب فيها إثارة. ولكن إحنا مجتمعنا لو مازال يهيجه اللون الأحمر. هذا النقطة الأولى، أن ما كان مستترا وكانت الناس تقوم في الستر مكبوت بارك الله، فضاءات التواصل منحت فرص لكثير التنفيس على المكبوتات من الأفراد، ينشروه في التيك توك ولا ينشروه في الانستغرام ولا ينشروه صور نتاعهم ولا غيره. فهذا الأمر هذا ربما زاوية. الزاوية الثانية، نقص الحرمان في مجتمعاتنا اللي هي الحرمان من الحوار والظهور. صحيح، هو جعل الناس تلجأ لهذا كوسيلة للتعبير عن الذات. أعطيك مثال، الشباب اللي هو مش يتحاور في الأسرة، مش يتحاور في باه، المؤسسة التربوية اللي ما تكلمش أصلا مؤسستها مع التلميذ نتاعهم، ونلقى متنفس يلقاه متنفس في التعليقات الساخرة في فيسبوك، سواء حول المعلم ولا حول التلميذ ولا حول الأسرة في حد ذاتها. وبالتالي الحرمان في الحوار والظهور وتغييب الذات الفردية عند مجتمعاتنا العربية. صحيح، هو جعلها تلجأ إلى هذا الفضاء من أجل أنها تبين. نعطيك أنا مثال بسيط، ساعات تلاحظ أن مجال في مجتمعاتنا المحلية والعربية بصفة عامة كيبان واحد في التلفزيون وكأنه إنجاز كبير من بان واحد مرات، حتى أصبحت وحدي كان نستغرب ونضحك في أيام الباكالوريا، وكانت تتصل بي أحيانا قناة الشروق في أجل تدخلات حول ظروف إجراء الباكالوريا لغير ذلك، فكنت في من حين لآخر أتدخل في الناس يتلاقوا بي وكأنني حققت إنجاز كبير جدا. أنا شفناك في التلفزيون، والعكس، كان هناك من يفرح خاصة من أفراد الأسرة وكأنه إنجاز كبير جدا، وأنا ما أجدل اعتبار كل. صحيح. فللأسف حتى هذا الجانب هذا مهم جدا. الناس درك شدها البورتابل وانه يدير تصويره ويقعد ويبان، بالنسبه ليه راهو انجاز كبير جدا. صحيح. وعلى كذاك كانوا كثير من الناس المهمشين المغمورين لقاو انه كيدير رقصه في فيسبوك يجيب بها ياسر اللي جا، معناها التقدير الذي لم يجده يحقق بها شهر، بارك الله فيك، التقدير لم يجده في والديه حققته له رقصه او اكله او ربما مزحه او حتى كلمه نابيه في سوق يدير بها الترند ولا يدير بها الإشهار. ربما حتى فتاة في غرفتها يعني بورتابلها قادرة تغطي وجهها وتدير رقصة يعني فاضحة وتنشرها بدون ما تتعرف هويتها من هي، وهي يعني تنال يعني ترضي غرورها الأنثوي وفضولها من خلال الحالة اللي خلقتها من التعري ومن الهيجان والتفاعل مع الشباب. ولهذا ونقول باللي الفضاء الحد وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة أعطت فرصة
لان احنا ما كناش ربما في مجتمعات مش مهيئين. نعطيك انا مثال. ماناش مهيئين وهذه مشكلتنا احنا دائما. نعطيك انا مثال، روح للغرب بصفه عامه لن تجد هذا الزخم وهذا الفراغ وهذا الكميس يعني او بما يسمى بفيسبوك. صحيح. ربما تلقى كل فئات معينه عندها مجتمع عملي عندها لكن ما لكن احنا الان ما زال هذا الحجم تاع الفراغ سواء في الثورات العربيه سواء في ما زال فيسبوك هو متنفس على قدك يستفيدوا منه السياسيين في دراسة المجتمعات، لأنه ما زال هناك فضاءات محدودة جدا للتعبير. صحيح. ما زال فضاء الفيسبوك هو الوسيلة للاستهلاك ووسيلة للتعبير في ذات الوقت. صحيح. للأسف أن الوسيلة للبيع موجودة عند عناصر معينة يغذيها الغرب لأنهم هم يبيعوا في التجارة نتاعهم. صحيح. وإحنا المستهلكين. وإحنا المستهلكين ربما شريحة كبيرة جدا تجد ربما فتاة معينة مانيش عارف أنا في الغرب ولا كذا كذا تتابعها تدير في بعض كذا تتابعها مئات بل الآلاف من ربات البيوت فقط لأنها تقدم ترتيبات معينة وتجدها يعبرنا عن إعجابهم بها ربما من 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 باب استهلاك من باب الانبهار بهذا الشيء. جميل جدا. زد نقرا بعض التعليقات قبل ما نروح لسي احمد. عمارة او عمار بن عمارة يقول لك منور الحصة سي جباري. القائد آسيا خميس يقول موضوع قيم في الصميم، ربي يجازيكم خير. وكذلك تقدم تحياتها، يقول تحية خاصة للقائد والمرشد احمد مدة. شرقة الحياة تقول انا انظر الموضوع من زاوية اخرى، ترى هل صاحب الرقصة ببطنه وغير من اصحاب المحتوى المتردي حقيقة وصلنا حتى لشواذ ومتابعين بأرقام مهولة. هذه المحتويات تخيفنا لأننا بمجتمعات ثقافتها رديئة جدا للأسف الأغلبية، لأن هناك المؤثرين من منحهم الثقة والوصول لهكذا تأثير. مقارنة بمحتويات نبيلة لا تتعدى المجاملة من المتابعين. تقول أرى أن الخلل بالتهذيب الاجتماعي وخصائصنا أو حصائتنا التربوية لأجيال حصانتنا التربوية لأجيالنا، هناك خلل في الانتقاء والذوقية التي تعاني منها أجيال تساهم بانتشار هكذا محتويات. نبال تقول أنا أحب المؤثرين أصحاب الفكاهة والضحك تروح على النفس حقيقة. وعندنا حسان جمال يقول أمسيتكم طيب وموفقون، تحياتنا سي جمال. كذلك الأستاذ تجاني تامة رو تابع فينا من العاصمة، نعاود نبركوا لها كمدير مركز الكتاب في وزارة الثقافة. يقول تحية لكم ولضيوفكم أخي العربي، تحياتنا أستاذ تجاني. إذن لو نروح سي حمد، كاين حاجة لاحظناها أن كلما يولي في وسائل التواصل نهبط بمستوى المحتوى تطلع الإثارة والمشاركات والتعليقات، وكلما نرتقوا يعني بالمحتوى ويصبح أكثر جدية وأكثر دسامة تقل المستوى التفاعلات والمشاركات. إذن كاين اختلال. إذن أصبح هذا الفضاء الأزرق خاصة الفيسبوك يفرض علينا أن النخبة تغيب، لأن النخبة أو أصحاب الأفكار وأصحاب يعني كما نقولوا إحنا الآراء وكذا كأنهم يصبحوا ما عندهمش قيمة، يعني لأن ما قدش يأثر في وسط يعني يعني بكل صراحة في كثير من الأحيان ينتظر التفاهات. خلينا نقوله صراحة، ما ناش نحكو احنا على يعني لقطة معينة، إنما نحكو على أنك ما قالك مثلا رقصة مع هذه رقصة أو ما نش عارف وشو، يعني بعض الأمور هكا يعني كما قولك قد تحدث الإثارة تلقى يعني هويل ومن وراءها من تعليقات. واحد ربما إمام مسجد مثلا يدير خطبة عصمة يديرها ينقلها ويكتبها ويتعب وكذا تلقى 40 مكاش 30 ولا منش عارف، ويعني حاجة أخرى في منتهى التفاهة تلقاها بالمئات. كيفاش هذه سي أحمد؟ وأول شيخ عربي هو الشيء اللي يقول فيه حقيقي موجود، ولكن بالمقابل الآن أصبحت هناك المجموعات المتخصصة وهذه أول المجموعات الأخرى المغلقة التي تلتقي فيها أصحاب الاختصاصات. موجودة مجموعات تربوية، موجودة مجموعات دينية، موجودة مجموعات علمية، موجودة مجموعات رياضية، مجموعة العديد من المجموعات. تلك المجموعات تستقطب حتى هي في مئات الألاف، ومجموعات جادة تبقى
تأثير كما قال الدكتور هناك مكبوتات والمكبوتات هذه وين راهو الشباب ينشر فيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الغالب خير كاين وشر كاين كما قال بقاك الدكتور أنا من خلال منشور ساعة ندير منشور بالتجربة نروح ندير حاجة بسيطة تافهة بعد نغيب عليها ساعة ولا اثنين نلقى الجامات طلعت السقف بلافون كما قال لك الآن راي حتى في الأكل أنا في ثقافة سندويتش إنسان يروح مباشرة الهامبرجر الهامبرجر وصبوا فيها هذه هي الماشية الآن إحنا كنقول المؤثرين يجب إحنا كنا ننتظر أستاذ جامع يكون هو المؤثر ننتظر من إمام مسجد يكون هو المؤثر ننتظر من معلم يعني في المدرسة أستاذ تربو يكون هو المؤثر فإذا بنا نجد أن هذا كل ما عندهمش تأثير كيفاش هذه لا نقول لك شوف شيء هذا ممكن هناك كان انفصام ما بين جيل وجيل يجب أن نقول في كل مرة دائما نصر أني نبقى نتبع الشباب ونفهمه ونتبع رغباته واحتياجاته صحيح بحكم العمل التاعي في الوسط التربوي والعمل التاعي في الوسط الكشفي اللي دائما رانا نتعامل مع فئة تاع شباب ما دون العشرين وقربنا منهم قربنا منهم ومتابعتنا لهم والسفر معاهم والأنشطة معاهم تخلينا نفهموا الرغبات تاعهم وسلوكيات تاعهم وغير ذلك لأن إشكالية نحن مع الشباب الآن إشكالية الأبوية والسلطوية السلطوية هذه وين لا ما تديرش كذا ما تديرش كذا ما تديرش كذا ولكن دائما وش نقول أنا نقول لازم البديل وبالتالي كان واحد الموضوع لما وزارة التربية الوطنية أقرت شعبة الفنون وكأن كفرت وكأن كفرت كفرت نروح نشوفه الآن احنا كل الشباب يتبع المحتويات الأفلام القصيرة هذه ينتجها الشباب ومسجحها من عندنا حتى في الجمعيات وفي الكشفية ميمكن الآن كيوعة التربية سموها تربية الأقران تربية الطفل بالطفل هو الطفل هذا كوي مجموعة الشباب يروحوا يدوروا فيلم قصير تاع 3-4 دقائق حول مكافحة المخدرات ونوصل له كذا التأثير تاعه خير من ندوة علمية بها ألاف الدكاترة أو حتى خطبة في المسجد أو خطبة في المسجد لو نحكي لك أمر بسيط فقط أيوة واحد مرة درنا مجموعة تاع مكافحة المخدرات أيوة. الآن طريقة مكافحة المخدرات ما بقاش تجيب تدير خطبة وهذه وتأثيرها لا الآن ويجب ولا يجب الآن طريقة روح نكونوا مجموعة من الشباب أيوة. قال المثال عندنا الهدف راح نستقطب مكافحة المخدرات في الوسط لازم نستقطب 10,000 10,000 هذه وين روح نكون لها 100 مكون 100 مكون من السن تاعهم شباب هذا كوين لأننا الهدف كاين وعي والهدف الثاني هو إقناع الشباب المدمن التقدم للعلاج وما يكونش نقل عنه وما يكونش نقل عن أنت يكون يقرأ هو الشاب هو الشاب من سن من سنه وتمت عملية هذه في وقت ما كنا نديرو فيها ولقينا واحد ود فاميليا ود إمام مشهور في الواد مدمع مخدرات مش هو مجرم ولكن نتيجة صحبة السوء أدمنة طاح في فخ وتقدم للعلاج صحيح. بعد ما تمت كل الإجراءات خلاص تمينا كل الإجراءات الشاب هذا بشرح يعالج وكذا في العاصمة ورحنا بلغنا باه اللي خبط في رأسه على الحيط قلني ليه وش ندير بها الخطبة انت من الأنبياء انقذتوا لي ولدي معناها الآن في عالم الفضاء هذا وين هناك تجارب رائعة عرب يقدمها الشباب لأن الشاب يفهمها يفهم الشاب صحيح. عقليته يفهم الشاب وزيد حتى وسائل التواصل الآن راه يتقدم لنا في أشياء شوف غير دورة تاع باب الواد حجم الشباب المؤثر ينقل في الدورة هذه وين كل صغيرة وكبيرة عاد الفار موجود تقنية الفار اللي خسر عليها الدولة ملايين الناس يقول لك لا هذا بيت مش بيت ها
وعندهم التقنيه تاع كيفاش يديروها بالاعاده البطيئه وخبطوا وصبوا فيها والزاويه المعاكسه وكذا وتبدا الناس تتناقش معناها الان حتى متعه في البحر الانسان متعه في البحر ممكن تبعنا الحج لبعض الاصدقاء مباشره عبر وسائل التواصل صحيح الاجتماعي صحيح معناها الان او يقدم ولكن تبقى يعني لازمنا نصفر هذه خلوها العلماء النفس لماذا الحاجه السلبيه او الحاجه البسيطة. السلبيه او الحاجه كما قال واحده قالت مرأة دارت تصبوا فيها شهر وما نعلقوا لها 10,000 واحد 10,000 واحد واحد كما قال الدكتور الان حتى طريقة التوعية وطريقة تقديم الموضوع وتقديم طريقة الفكرة لازم تتغير صحيح. النمطية الكلاسيكية الكلاسيكية انتهى اليوم انا نشوف حتى ابنائي في اسمه فيها في يدرسوا الان دروس الدعم اصبحت يدرسوها عن طريق اللايف لان هناك العديد والعشرات او مئات من الاساتذه يدور الدروس المرئيه وتتعاود ونتحاور مع ابنائي وحتى ابناء اخرين يقول لي نفهموا فهم مميز صحيح هذا الفضاء يمكن فيه وربما هذه فرصه يعني ربما باش اعاده النظر حتى في المنظومه التقليديه مثلا المدرسه والجدران الاربعه اللي نحصر فيها الطفل 8 سواع يوميا مثلا ولا شيء يعني وهك الرص للدروس وكذا من المفروض والكثافه يتعاد فيها النظر كذلك يا سي احمد يعني الخطب العصماء في المساجد يوم جمعة وما أكثرها اللي ما عادتش يتأثر يعني للأسف رغم المجهود اللي يبذلوه لبعض الأئمة ويبذلوه كذا ولكن تأثيرها ماهوش بالمستوى إذن هذه فرصة باش احنا نعيد النظر حتى في الآن شفنا حتى بعض الإخوة يعني الخطبارهم أصبحوا يستثمروا يعني كما يقولوا في وسائل تواصل لنقل خطبة الجمعة مباشرة يعني ربما هذا من ليه ممكن يوصل بطريقة أو بأخرى للأم اللي في المنزل اللي ما تجيش ولا الطفلة ولا الفتاة ولا حتى المنقطع عن الصلاة يا أخي العربي نحن مجبرين لمواكبة تطور العصر أكيد مجبرين لإشباع رغبات أبنائنا وفق ما يحتاجون أكيد. مش وفق ما نحتاجه نحن صحيح نحن مجبرون وبالتالي أنا دائما لما نلقى شباب ينشط ويدير فكر فيديوهات نمشي لهم نتلقى نوياهم نسجعهم على العمل اللي يقوموا به لأنك تأثير أكل التجربة تاع التمثيلية تاع 3 دقائق ما ممكن مدرسة كاملة ما تجيش تديرها ولكن أكثر الدقائق يدورها الشباب هاي نتبعها العديد من الأفلام القصيرة يدورها الشباب توعية علمية توعية ثقافية توعية دينية إلى غير ذلك صحيح يعني قبل سي أبو بكر ما تفضل بالتعليق كان الأستاذ عبد الرزاق هزب يقول تحية طيبة أخي العربي متبادل الأستاذ عبد الرزاق وبلغ سلام الحاضرين الدكتور أبو بكر منصور الأستاذ مادة أحمد والأخ جباري سبب الرئيسي للشيء اللي كنا نذكر فيه قال لك الفراغ الروحي وغياب دور الأسرة والمدرسة والمسجد جعل الكثير من الشباب يتأثر بهؤلاء المؤثرين وانتشار وسائل الاتصال يقصد المؤثرين السلبيين كذلك على الدين رقيق يقول رأي والله أعلم الضغط الرهيب الناتج عن الانشغال الدائم سبب يؤدي الهروب إلى المحتوى البسيط أو الرديء للترويح والتفريغ المكبوتات كذلك معنا التحقت بنا أحد الأخوات طالبي انجليش على ما ليرنينغ دي زاد قول واخيرا شفت جبار دادا كي نبدا نغني قولوا لي صوته كيفك اسمع لي الحاج كذا سي ابو بكر يعني نقطه مهمه ذكرها تساءل يعني نرجع لها لماذا الناس تميل للمحتوى البسيط والمحتوى كذا وبينما المحتوى الدسم والكذا يعني ما تلقوش عندها والله من ناحيه نفسيه اخي هذا هو ما المطلوب هو من ناحية نفسية أمر طبيعي جدا النفوس تميل دائما إلى السهل فيك. يعني احنا نتكلم عن النفس البشرية النفس البشرية تميل إلى السهل تميل إلى السيء لأن النفس أمارة بالسوء أحيانا عندما نتكلم هناك فرق بين التعلم وهو النفس
فرق بعيد من أن تستمع لمحاضرة وتحدث وتحضر حفل غنائي مش كيف كيف سبحان الله. الآن كنت جيب أنت تروح تشوف أي عرس معين وتدير لنساء باش أروح تشوف الآن ودير لمديسك شوكي وروح دير حفلة راقصة وتشوف الشباب كيفاش. أعتقد أنه كل الأشياء المربوطة بهوى النفس ومربوطة بالمتعة لا هي كثير بالانتشار. حتى يقال أن الشر والسوء قوي بكثرته. يعني روح شوف الرذيلة منتشرة بشكل كبير جدا لكن الجيد وهذه قاعدة ربانية والجيد والصحيح والعلم دائما تلقى ما تجيش بدك بقوة الانتشار ربما بقوة يعني باش تقدر تخرج واحد من 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 من, من طامة المخدرات تبذل مجهود كبير جدا أكيد. لكن باش تضيع مجموعة من الشباب يكفي صحيح. أنك توفر صحيح. مناخ معين وحفلة راقصة مع ترويجه ببساطة صحيح. فيقدر تغوي بمعنى ذلك أنه آليات الهدم أسهل بارك من آليات لا يجب لا يجب أن 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 المؤثرين خاصة الإيجابيين لا يجب أن ينظروا إلى انتشار هذه التفاهة بشكل كبير جدا على أساس أنها من عناصر القوة. بالعكس هي أمر طبيعي جدا وفرت لها فرصها هذا الفضاء بمعنى لولا هذا الفضاء الذي مكن من رؤيتها كان كل واحد راهو ربما استاذ بوبكر خلينا نقولوا من جهه اخرى ان حتى المجتمع يعني ومع ظاهره يعني كما نقولوا احنا عوده ما يسمى الوعي الديني يعني نعم. بقوه نتيجه الاحداث العالميه اللي تقع وحتى الاحداث اللي تقع هنا وهناك يعني خلت لم تواكبها يعني كما نقولوا احنا نظرة واقعية للمحتوى طبيعي اللي عيشه كإنسان كفرد. هذه المكبوتات اللي نحكوا عليها وهذه اللي فتش بعض الشباب عن تفريغها يعني في وسائل التواصل احنا ما حققناش حتى فضاء للمتعة. الآن نشوفوا غير في الواد هنا مثلا هذه البارك هذه تاع الجوري هذه منا في كذا أو حديقة نباتية نفست كثير من العائلات ومن الناس ومن كذا يعني تصور أنت تو في هذه السخانة وفي هذه الطقس وفي هذا الجفاء كذا والناس مسكر عليها ديارة غير في الكليماتيزيرات وكاين ما عنداش وكاين كذا يعني إذن حتى لما ما نخلقوش فضاء حيوي طبيعي إذن منطقيا الناس راهي هذاك الكبت وهذاك القمع راح يولد يعني كما نقولوا أثار يعني جانبية وسلبية أستاذنا جي ربما هذا لأن كان جانب من نعم. المتعة ومن الراحة ومن الأريحية من حقها الإنسان قل من حرم زينة الله التي نعم. أخرج العباد والطيبات من الرزق نعم. يعني ودائرة المحرم لو نتبع صريح القرآن هي هي دائرة ضيقة جدا نعم. قل لا أجد فيما أنزل علي محرما إلى آخر الآية وذكرها نعم. يعني ربع أو خمس محرمات نعم. إلا أن يكون كذا وكذا ودما مسفوحا إلى آخر الآية منش حفظها مليح بينما حنيتوا دائرة الحرام ودائرة كذا يعني وسعناها هذا حرام هذا كذا ها يعني الآن معناها يعني مانيش عارف ساعات كما في وسائل التواصل الاجتماعي حوايج ما تتطلبش يدروا عليها ثورة يعني مثلا واحدة فنانة دايرة حايك باينة غير شوي زنودة ولا كذا تبدأ ها ونشر الفسق والدعارة ومانيش عارف وشو يعني حتى اللي كان مبالغات كثيرة يعني في الجانب الآخر هذه ربما لازمها حصة أخرى ربما هذه كما ذكرت أخي يعني ربما هذه مربوطة تفاعل اجتماعي ربما صحيح. حتى النقاشات لا المجتمع ملغم شوي لا هي نقاشات صحية جدا ربما حتى الذين ناقشوا الأمر هذا لأنه بالنسبة إليهم وبالنسبة لا غير مألوف صحيح. بمعنى أحيانا ماهوش من أنا وش قلت أنه بعض الأشياء كانت موجودة في السر عندنا وكانت بعض الأشياء لأن ثقافتنا ماهيش من المفروض من سنة الحياة أن بعض الأشياء تبقى في السر حتى يعني قالك إذا بتوليتهم تستتيروا لكن فضاء الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك منح فرصة لكل من يريد أن 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 يعتدي عليك لأن أحد ظواهر الوسائل أنه يعتدي عليك حتى في معناها حتى وأنت في بيتك معنى تضطر حتى من خلال الإعلانات صحيح. شوف أنت الفيسبوك الآن كثير من الأشياء اللي هي في الفيسبوك ولا في الانستغرام وكذا مفروض عليك تشوفها وتمر لك حتى في الإعلانات صحيح. معنى ما دام درت بمعنى آخر أنه الموضوع أكثر من لكن حينما نريد نعود نرجعوا وهو أن وجود المؤثرين السلبيين لا نتيجة فراغ من المفترض أنه
مفروض كان فراغ أكيد، لكن هذا لا يقلل من قيمة كما ذكر أخي أحمد، كان أشار إلى أن هناك مؤثر إيجابيين وهناك جوانب إيجابية في الفافي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ربما لأنها وزعت لفئات معينة لا يظهر زخمها في بشكل كبير. ربما كبير. يعني أستاذنا يعني الغريزة راهي فارض، هذا أمر إلهي. نعم. ربي خلق الإنسان بالعقل والغريزة، والغريزة أمر يعني ما يقدرش الإنسان يعني كما يقولوا يتحكم فيه إلا من حيث التوجيه، أما من حيث المنطلق رأي في غريزة لازمك تأكل معناه باش تعيش، ولازمك أنك كذلك أنك تمارس دورك الحيوي بعد ما تأكل. إذن الآن لو شوفوا إحنا نلقوا ما عدناش الجرأة أن نواجه مشاكلنا، يعني كما قلنا مشاكل العزوبية، هذا الشباب اللي معاش حاب يتزوج ولا هارب من الزواج، العوانس اللي العدد يعني كل أسرة رأي فيها ثلاثة ربعة مش معرسات، المطلقات والأرامل ما نش قادرين عن نحكم معاهم، يعني جمعيات تحكي معاهم تشوف مشاكلهم الحيوية والطبيعية والنفسية، هذا مرة بشر لازم يتنفسوا، لازمهم يكون عندهم وجود ما في المجتمع. احنا لما نعالج الأمور بالتخفي والاستتار والكبت والقمع ماذا ينتج؟ لكن في ينتج هذا الردود اللي يستغلوهم المؤثرين. لابد أن ننتبه إلى أن في غياب ربما التوجيه العلمي والتوجيه الصحيح، توجيه الأخلاقي نعم. أيضا حينما يكون الشخص ما يعاني فتحريك النوازع البشرية وما كانش ما أسهل منه. صحيح. بمعنى أنه وش حبيت نقول، ليس هناك عيب دائما أننا نكون محرومين، لكن العيب أن واحد يجيك أنت محروم ويحرك لك. نعطيك أنا مثال، روح شوف مجموعة من الشباب عندما نأتي إلى ظاهرة البطالة ولا نأتي إلى بعض الظروف الاجتماعية، ألا تعتقد يجي واحد من حي معين ينزغ مؤثر ينزغ مجموعة من الشباب كلمات حساسة جدا، ينوضوا يحرقوا الشارع ويحرقوا البلدية؟ صحيح. الأصل راه موجود مشكلة في مجتمعنا، لكن الكارثة أنك تجد شخص ما عبر هذا الفضاء يقف ويحرك تلك الاحتياجات. الإرهاب كيف جاء؟ ينطلق من الحرمان تاع الناس والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي يعانوها من الناس. حبيت نقول أن وجود أوضاع صعبة، وجود حرمان، وجود كبت، قمع يستغل مجتمع قمع المجتمع. من المفترض أنه أحيانا على وش يقول دور هنا المؤثرين. المؤثرين عندهم زوز أشياء، إما عندهم والله حبيت ننبه النقطة دي. المؤثرين عندهم سلعة حابين يبيعوها، أيوة لازم باش تشري باش يروجوها تشريها يربحوا طريبيا، ولا عنده أغراض معينة يريد وصوله لها. صحيح. كما المنظمات، وبالتالي هذا الأمر هذا الآن معناها ما نجيش أنا نقول لازمتني مهما أصلح. كما المهلوسات يا أستاذ أبو بكر، كيفاش المهلوسات تو في 2019 شوف قدواش كان عددها، وشوفها تو يعني أقرأ الأخبار الصحف رأي يوميا كل ولاية قوات الأمن رأي في مواجهة كارثة. نعم نعم. يعني هل تتحمل فقط قوات الأمن ولا أئمة المساجد الكارثة؟ هذه لازم يتحملها المجتمع. كل بكل أقطابه. وهنا يأتي ضوء المؤثرين بالرسائل الإيجابية. أكيد. هو أخي العربي كان عبارة ديما نقولوها يعني للناس سؤال، علاش نسألوه إحنا الناس على شبكات التواصل الاجتماعي المجانية؟ علاش هذه مجانية؟ تعلم كل حاجة الآن، قنوات مشفرة والبين سبور لازم تخلص، والناس ديمو أكتيفي هيلي اسمه فيها. علاش الفيسبوك الانستغرام شو يقولوا بعض العلماء الاجتماع؟ يقول لك يا مواطن يا إنسان، مدام هذه السلعة هذه مجانية، اعلم نفسك أنك أنت سلعة، وبالتالي وهذا المنظور العالم الغربي نجح خاصة من خلال الثورة الشعبية وتهيج الناس. والآن شوفوا نصنا ديمقراطية وحلاوتها وكذا، استقطبها الشباب العربي، استقطبها عاد متعطش لها وراح دار تلك الخرجات والثورات الغير منظمة. ما نجي ضدها، ولكن الغير منظمة ما عادهاش قائد، ما عادهاش هدف، ما عادهاش استراتيجية. وين وصلنا؟ لأن الغالب نفس الشيء، نشر رذيلة. نزيدك حاجة، حتى المخدرات الآن هي تباع عن طريق
عن طريق تسوق عن طريق تسوق عن طريق اسمه فيها هناك حتى اسمه فيها المخدرات المخدرات عن طريق عن طريق الموسيقى تباع هي نفسها تأثير تاعها تباع عن طريق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها كل شيء موجود احنا واش نقولوا واش نقولوا نسجعوا المؤثرين نسجعوا المؤثرين اصحاب النوايا الحسنه اصحاب الخير باش تنجح تكون مؤثر ناجح جميل. يجب انك تنزل الى ما يطلبه الشباب جميل. تعرف كيفاش تجسد الفكره تاعك وتمشيها وفي النهاية أن تكون تعرف كيف توصل الرسالة تاعك. جميل جدا أستاذ جبار، يعني أنا نسينا وعنده على موعد على السفر يعني في الختام يعني نستنوه لازمك حصة أخرى خاصة لازمك عندك اليوم أعطينا يعني في الختام كلمة لجمهورك اللي تابع فيك راه ياسر من الناس اللي تشكر فيك سي جبار لك وريت رقم في الولاية يعني الله يبارك وهذا من التواضع يعني إن شاء الله هذه حاجة مليحة كل واحد الواحد الانسان ديما ما يشكرش روحه صحيح الناس تشكر ونهي الحمد لله رب العالمين البلاصه نروح لها نقول هذه ما نعرف فيها حتى واحد ما نروح البلاصه هذيك نلقى الناس كل تكلمني جميل جدا والله بارك الله فيهم الناس وان شاء الله رانا ديما مواصلين في نفس الموار هذا وان شاء الله نعم استاذ ابو بكر يعني في ختام هذه الحصه اليوم مش كملوها انا نشوف ان الحصه ربما لازمها حصه اخرى ربما وحصص يعني او ندوه وكذلك مانيش عارف اذا كان لازمها حصه اخرى ممكن نسعى الى ذلك ربما انا نختم بالكلمه انه في هذه الحياه دائما سيظل الصراع بين الخير والشر واعتقد انه هناك اذا كانت هناك مؤثر سلبيين فعلينا أن ندعم الاتجاهات الإيجابية التي تنشر الفضيلة التي تبني الفرد لأن هذا تحدي وهذا الفضاء موجود هو سلاح ذو حدين علينا أن نستغل الجانب الإيجابي منه فنعزز الجوانب الإيجابية ولا نعطي قيمة أكثر للجوانب السلبية لأن كثرة الحديث عن السلبيين ربما يزيد من نشرتها وانتشارها صحيح أستاذ أحمد يعني في ختام هذه الحصة وش نقوله يعني ولو أننا حاولنا فقط نحارب بعض الجوانب مازال جوانب أخرى لازمنا أنت كناشط فيسبوكي جمهورك يعني متابعيك من خلال التجربة تاعي العمل نقوم به هذا وين ننتظر جزاء وننتظر تقييم عندنا فكرة أننا نحاول نوجه هذا الشباب نحاول نقدم مادة إعلامية صادقة نحاول نقدم مادة علمية ثقافية اجتماعية لغير ذلك يستفيد منها المجتمع أنا الشيء يسعدني لما نكون ماشي في السوق ولا في الخدمة فيه واحد يقول لي أنت ماذا أحمد والله نتبع فيك أعطيك صح وكما قلت العشرات بل المئات الألاف ناس رأي ما غير تتبع فقط ما هيش إيجابية وما هيش سلبية وهذا نبقى ما بين السلبي والإيجابي ونوجهه في الناس ونوجهه في الشباب حتى نلقوه يمشي نقوله وش كيفاش تنشط وش راك تدير وتبقى نرجع ديما نقول هو فهم فهم الجيل هذا وين فهم احتياجاته نستطيع أن نصل والآن حتى السياسة تاع الدولة الآن من خلال ما كانش الآن أصبح الآن ما كانش إدارة في الجزائر ما أصبحش عندها موقع وهذا بوجه جاب لأن كثرة المعلومات المغلوطة وكذا من خلال الدراسات اللي قامت بها الإدارة الجزائرية قالت المعلومة من حق المواطن لازم توصل لها ومن خلال المواقع الآن راهي تبدأ بالرئاسة الجمهورية لكل صباح تعطينا المعلومات تاع نشاطات رئاسة الجمهورية نشاطات الحكومة نشاطات الوزارات نشاطات الإدارات نشاطات كل وهذه حاجة إيجابية كلها تستغل وفي صالح الوطن إن شاء الله نعم في الختام نبال تقول نفس تهوى المتعة والجمال زهو سوسيا تقول ربما حتى وسائل الإعلام لها دور في رفع مستوى بعض المؤثرين واستثناء البعض الآخر مما يزيد من شهرتهم على الدين رقيق يقول تحية للأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور أبو بكر منصور وتحية للقائد العزيز أحمد ميدا والأخ الجباري التسويق الإعلامي صانع للعب هنا والمجتمع يسجل هدف مساوي موسى أبو تقي الدين حييه أستاذ مساوي يقول أنا أحمل نخبة مسؤوليتها لأنها رمت المنشفة في الوقت عليها أن في الوقت الذي كان يجب عليها أن تقاوم وتطور ذاتها باستغلال الفضاء الأزرق في ترقية الذوق العام ونفس الشيء بالنسبة للإعلام سمير حساني تحية الأستاذ العربي بريك وضيفه الكرام شكرا أستاذ سمير الصادق بمبكر غمام يعني يقول موضوع شيق أستاذ ذاتنا الكرام ولومني نايل يقول منشف
نشط الحصة، لم يتحكم في ترتيب الموضوعات للأسف، يعني المواضيع موضوع لازم أكثر من حصة، ولكن حاولنا لملمة بعض النقاط. الأخضر محمد بلول يقول نتمنى أن تستضيف الباحث محمد دخان إن شاء الله. إذن في ختام هذه الحصة نقول أننا حاولنا وضع النقاط على الحروف، وربما سنواصل ذات الموضوع في الحصة القادمة إن تمكنا من ذلك بحول الله. نشكر البروفيسور أبو بكر منصور، سي الأستاذ أحمد مادة، وكذلك جباري دادا، فتحي شايب على العارضة التقنية. نلتقي في دردشة الأسبوع القادم بحول الله.